واتس كوكينج مع شيف شربل. وببداية هالسنة بدي أتمنى لك شيف تكون سنة حلوة عليك وكلها نجاحات وبلايات جديد كمان، وبقدم لك هالورقة الحلوة. معقول لونها شو حلو؟ شفتي؟ طبيعية 100%. بنغني شيف. ميرسي أبو بليمو. أنت جايب لي الشلح كله لأرجع. ليك هون زيها مش لوحة الشجر. خريفية. خريفية. شو عنا اليوم؟ رح نبلش بدسير هالسنة هيك. هلا الأكيد إنه رابق مع تيابي. إيه 100% أكيدة. وهيك تتكون نبلش بشي حلو. حلو بدك تحليلنا السنة. صح صح. يلا. واليوم عاملين الخبز البريوش المنقوع بالكريمه. رح نعمل صنفين، رح نعمل وحده بالشوكولا وحده بالكراميل والاورنج. البريوش بدك تعلمنا اياها ولا غير مره؟ لا لا، البريوش كخبزه نحن ما فينا نعملها بالبيت. بدنا تكنيك كثير كبير وبدنا عده لقلات نقدر نعملها بالبيت، حتى بدنا خماره وبدها رياحه وبدها شغل. سو من المستحسن انه نشتريها خالصه البريوش تا هيك نكون سريعين بالاكل. بنهي بنعمل طبخ سريع بالبيت، ما معنا كثير وقت. ناكل عنب ما بناكل مطور. صح. يلا. وخاصه هلا نهار احد، يعني بعدنا بالفرصه، يعني بعد فينا نعمل شو بيقولون خبص بالاكل، لانه بتعرفي انه بعد العيد على طول بنبلش. صح. رجيم بعد عنا اليوم يعني للتخبيص. اليوم تخبيص. اليوم ايه اليوم تخبيص. شو رح اعمل؟ خليني احط هلا اول شيء الخبز البريوش فوتهم على الفرن تنخلصهم، بنرجع بنبلش يعني عاملينها معكوسة، بنرجع بنبلش نفسر. انا هون عامل الخبز البريوش منقوع، لتيته بشوية شوفان، حطيته هلا اكيد رح افرجي النقعة، رح افرجي كيف نقعنا هالخبزة. نرجع بنعمل الصوصات. هون عندي السافير الثانية اللي هي انا حاططها هي على شوكولا كمان، بدلتها بالشوفان هيك. اكيد لازم تكون منقوعه بحدود الثلاث ساعات على القليله هيدي الخبزه. صح. او بفضل من المستحسن ابدا، او من المستحسن تدلى اوفر نايت، يعني تدلى بالليل منقوعه لتاني نهار، نرجع منشيلها منصفيها على القليل الساعه قبل ما نستعملها. غريب امري، بس الحلو فيها انه فيك تحضريها بدقيقتين وفيك تدبيها بالبراد، بتصير ردي الساعة اللي بدك بتشيليها بتخبزيها بالفرن، بدها بحدود ال 15 دقيقة بتكون خالصة من أطيب الدسارية اللي ممكن نحن نكون عم نحضره بالبيت. طيب ما بنعرف الأولاد بيحبوه. لا أنت ما أنت فينا أنت اللي بتعرف هالشي. في دسار بتحبيه كثير أنت وضيقتيه مني. بان بيرديو اسمه. بان بيرديو بمحل هون قريب. ايه هون جارنا بقى. لحدا بيقربنا. لحدا بيقربيك. بزيادة خلصت. بلشت ما بعرف لا. كمان. لا عن جد أنا بس بدي أقول إنه البامبرديو اللي أنت حضرته هو ستار، يعني هو ستار بلا عن جد ستار. ومش معقول اللي بحبه السويت واللي ما بحبه السويت بيقدروا يتقبلوا هيدا البلا، وطيب كتير لأنه الحلو تبعه منه قاسي، يعني منه صح 100% منه كثير دلع. هيدا اللي على طول بحكي عنه، انه الديسير ما لازم يكون كثير حلو، بتنبسطي باول لقمه ثانيه لقمه خلص ما بعد فيك تتحملي. بقى ديسير توب خفيف لذيذ. بدي نكوش الصوره يلا. لانه حتى بالشكل ما معقول شو حلو، ما بعرف اذا رح اقدر لاقيهم. لا بده يبين اكيد. شو قولك؟ مينيموم الا ما يبين. هو سوبر ستار. سوبر ستار هيدا الدسير نحن بنحبه كثير اصلا كمان بلبنان، مستحب جدا. هلا هون ما اسمه بس هون بامبرديو، هون شو اسمه؟ انا عم بقول هيدا البامبريوشي، كثير قريبه طريقته للبامب. بريوش بيرديو هيدي. ايه مع شو رايك؟ بريوش بيرديو هو اصلا بالبامبرديو بينعمل كمان بالبريوش، بس بدك نوعيه بريوش اطرى من هيدي، مشان هيك هيدي بدها نقع كثير. نعم. عم برجع احط الصوص عليها كليتها من فوق حتى تشربها كلها. لا تشربها كلياتها سوا. خلي العلبة هون، يلا خليني فوتهم على الفرن، ليكي شكلهم قد ايه هيك حلو بيشهي بعد ما فوتني على الفرن، لاحظتي كيف حطيتهم؟ ما صفصفتهم تا الهواء الفرن يفوت عليهم. كثير هيك مثل بالضيعة. مثل بالضيعة صح صح، مشان هيك خلي الهواء يفوت عليهم، مشان هيك شفتي تارك فجوات يعني تا الهواء يفوت ما يضلهم من جوا معجنين ومن برا ياخذوا لهم. يلا. اوكي. بس أنا مش عم لاقي الصورة. ما بعرف إذا أنت عندك صورة البامبرديو غير شكل. هلا بشوف الا ما تبين. يلا هيدي اول ستيب. صراحه عيب ما نلاقيها. رح نعمل هلا الاباري تبع النقعه رح نعملها هلا. رح فاجئ مشاهدين انا شو عامل بالنقعه. عملت نقعتين، قسمت الروسيت بالنص، عملت وحده فيها
شوكولا حتى ضفت عليها الكاكاو، وواحدة عملتها الفانيلا العادية، الفانيلا اللي بدنا نحط على وجه الكراميل مع الأورنج، والكاكاو اللي بنحط على وجه الشوكولا. أوكي أوكي. هوني أنا بدي 3 بيض، عم بحط أنا نص، عم برجع عيد نص الريسيبي، أنا حاطط روسات دوبل لأنه على الهواء. صح مزبوط. أكيد 75 سكر فانيلا، بدنا الشريط للخفق، يلا نخفقهم مزبوط مع بعضهم. بس نتأكد انه كلهم سكر ديب مع الفانيلا والبيض، منضيف عليهم نص لتر من الكريمة. الكريم صح. منجيبها لايت؟ لا. باردون على السؤال. لا اوعى ممنوع. كيف انا بغلط هالغلطه دخل؟ شو هالسؤال؟ شو هالسؤال؟ شو هالغلطه اللي غلطناها اليوم؟ فول فات، عم نعمل ديسير، ديسير طيب، دسم دسم. يلا كاكاو. كاكاو. حط شوي صغيره من الكاكاو هون، تقريبا بقدر ملعقه. نعم. مرشه فوقها مشان ما يبرغل. بتعرفي لانه على طول الكاكاو فيه شقف، بصير يعذبنا. نعم. رجع حدا بيعذبك شيف. Not even the cacao. إيه لايك أنا موت نشوع زاد. يلا نعمل الخلطة مزبوط، اتأكد إنه ديب الشوكليت بقلبها 100%. تعرف أنا بستصعب تحريك الكاكاو. هو شوي عجني يعني، بحس انه شغله ما بدي انا اعملها، خلي حدا يحركه. عرفت؟ هلا اذا سخنه دغري بيدوب الكاكاو، بس اذا عم تخلطيه بشي بارد بيعذب شوي صغير. عنده دائما تنضاص للطحين والكاكاو انه يبرغله. صح. في شيء تريك صغير مش هيك على طول؟ اهم شيء تنخليها، هيدي الحل الوحيد، الحل الوحيد. اوكي. او بدك تعملي بازة عجينه سميكه وتبلشي تحطي لها شوي 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 مي، لانها ما كثير بحبها. اوكي. اوكي، بس هي اهم شيء الحل انك تنخلي على طول. اوكي. ويكون شريط الخفق كمان منه سميك، رفيع. رفيع. صح. الحديد يعني احسن شيء. 100%، ليك قد ايه رفعوا هيدا؟ هيدا الشريط للويبينج كريم يعني. في الشرايط الجديد يلي منهم موصولين من تحت، شفتون يعني بيجوا مفتوحين هيك. صح. كمان منهم عاطلين ابدا. منهم عاطلين ابدا. هلا اكثر شكلهم هن ديكوراتيف اكثر، بس بيعطوا نتيجه، بيعطوا نتيجه 100% يعني، مثل الشريط العادي. يلا نكست. هيدي الصوص عملناها. نعم. الخبزه، خبزه البريوش اكيد بنقصها بالطول كيوبز. كيوبز ده. يلا بنحطها على وجه هيك، يعني على الميل اللي بدنا اياها تمتص الصوص. صح. مثل ما شفتي انا هون دغري رح احطها بعلبه تسكر عليها، احطها بالبراد احفظها ما لكن قلنا مينيمم قد ايه؟ انا بفضل ثلاث ساعات، بفضل تنقع قبل بليله اذا نحن هيك حابين تطلع اكثر جوسي، تنقع قبل بليله، ثاني نهار تنشال تتصفى بحدود الساعة أو الساعتين هيك لتمتص كل السوائل. يعني ده فينا نشربها آخر شيء، بس نحطها على مصفاية نشيلها نتركها تفضل إكسترا، يعني أنجا يكون في إكسترا بينزلوا، مفروض يكونوا أغلب الصوص نشربي 100%. هيك لازم يصير، هيدا الأصول. تشو ليه بنعمل هيدي الطريقة؟ إذا بدنا ننقعها نحطها بالفرن ترفخ معنا، مش تموت، مش بس ما تعجن. ما تعجن. صح. هيدي هي الفكرة منا، وإلا كنا غيرنا البروسيدور كلياتها سوا، يلي هي منا مستحبة. شو رستيك يعني هيك البلا الفخار مع الخبز كيف مكبوب عليهم؟ صح. كتير هيك كامباني، مثل كأنه بان دو كامباني هيك. بحب على طول أعمل الأكل شوية في ميزون، بحب ستيل نجليجي بال بتلوح هيك، ما بحب يصفصف شعراته مثلا. ايه صح. انت هيك على الاكل تصفصف للتصفصف والهودي، بحب يطلع كل شيء مبين بيتي طبيعي. سكرنا عليه ورقه خشخاش، منسكر عليها براد.
يلا خلصنا التتبيلة. هلا خلينا نتالي انا اليوم كمان شعر النجليجي ليه كمان نتالي نتالي غلام رنا وكل الاشخاص اللي بالكرو انا كمان بالريجي انا كمان بدي اقول لكم هابي نيو يير بعد ما شفتكم انا بس عم بسمعكم اليوم نعاد عليكم وانا كمان بعيدكم اثنيناتنا بنعيدكم اكيد مشتاقين لكم طلعوا عزمكم على الدسير اكيد يلا. ما بيحلى ما بتحلى الجلسه بلا الاكيب كلها ممنوع لكن هون شو حطيت؟ حطيت سكر على النار عم سخن الكريمة عم ذوب السكر على النار تنعمله كراميل بدنا نزيد عليه هلأ من بعد ما نخلص شقفة من الزبدة رح نرجع نحط الكريمة السخنة منحط عطول الكريمة السخنة فوق السكر مشان السكر ما يرجع يكمش بعده بدي حط معه شوية فريش أورنج جوس رشة ملح لأنه الكراميل الساليه كمان طيب الأورنج بيعطي طعمة طيبة والزاست يلي هو رح نبرش فوقه كمان الأورنج زاست يلي كمان بيقوي الطعم بيعطيها هيك المرورة الخفيفة رح نحطها في حدا مسلم عليك ملهمتي رشال كيف عرفت؟ قلبي هون دق ملهمتي بالطبخ وبالمطبخ هي يلي بتسلم عليك وانا بس بدي اقول انه انا بعد ما شفتها ولا عيد الميلاد ولا لهلا من ورا لانه كنت بالكورونا اوميكرون بقى هيك بدي ابعث لها بوسه وانا كمان بدي حييها لرشال وبدي حيي كمان امي لانه بعد ما شفتها اكيد يعني كمان؟ ايه انا داعي الشغل بعدنا سري لليوم فينا هيك نقول طالعين نتغدى معهم واخيرا ان شاء الله دائما منضل مجموعين ويضلوا هن بركتنا وملهماتنا اثنيناتهم ينعاد عليكم اهم شيء شو نبلش يلا ملتهيت حسيتك شو يلا قد ايه بدنا نحط لكين بالفرن هلا انا بدنا تقريبا حدود ال 15 دقيقه هلا انا اكيد اوكي اول شوي حراره الفرن انا هون عم ذوب بس بينوا تقريبا مبينين يعني بلشوا يصيروا دوري ايه صح دغري بياخذوا دغري ببلشوا ياخذوا اللون من برا بس بيهمنا انه قد ايه فينا نخبزهم مزبوط لتفاعل الكريمه والبيض يلي بقلبها بتعرفي البيض شو بيخلي بالكريم كمان بيساعدها انها تعطيكي هالكريمي تكشر ويشد يعني مثل ما بنستعمل على طول البيض بالكيشات بنستعمله بالفيتيل ليه شو الرول تبع البيض مع الكريمه هو بس تشيلي الشغله وتقصيها تبين مثل الجاتو ليه لانه البيض هو بيشد الاكله وانا صرت عاملها بس بالكريمه بتضلها دلع يعني ما في شيء بيشدها شايف بس سؤال هلا نحن الصوص اللي عملتها وغطست فيها الخبز صح هي نفسها يلي بنقسمها على اثنين وحده مع شوكولا وحده من دون شوكولا 100% هي صح. هي اياها يعني انا بقسمهم اثنين وحده ما بحطها لشوكولا وحده بحطها لشوكولا وهون هلا كمان معلومه مهمه هون فيك تحطي قرفه بقلبها كثير بتعطي طعمة طيبة فيك تحطي حيار الصنف من أصناف الليكور إذا بدك تطعميها يعني كمان فيك تحطي أصناف من الليكور اللي بتلبق للخبز مثل الرام فيك تحطي مثل شوية ويسكي فيك تحطي نعم سو كتير مهم إنك تاخدي الباز وتتفنني فيها مثل ما أنت والصوص كمان والصوص مثلا مثل ما أنا هلا عامل هون عامل تويست بالكراميل يعني عامل كراميل مع أورنج يلي هي كتير طيبة شوف هلا مالها طعمة بتعطينا إياها أوكي فيك تحطي سافير حتى فيك تحطي شوية تشوكلت يعني تشوكلت كراميل أو كراميل مع القرفة هون يعني فينا نحن نغير مثل ما بدنا بس هل صوص للاثنين؟ لا أنا عامل محضر صوص شوكولا شوفي شو عامل أنا رح أعمل هون عندي شوكولا مع الجرانولا تشوكلت على الوجه وعندي الكراميل مع الجرانولا فروتس رح يكونوا موجودين هودي على الوجه هودي اللي بدهم يعطوا قرشة بتعرفي لأنه هالأكلة سوبر سوفت سو بنحط لها قرشة زيادة فيها يلي هي الجرانولا يلي رح حطهم نعم هلأ على الوجه والصوص شوكولا كيف عملناها؟ أنا صوص كنت انتهيت بالصف زيت كمية الزيت نو نو أبدا حسيت حالك عرفت؟ هلا فيك ما تتعذب تشتري جود كواليتي شوكليت سيرو يعني تكون موجوده بالسوق وفيك تذوبي تحطي 200 جرام زيت تحطي معهم تقريبا بحدود ال 200 جرام شوكولا دارك شوكليت مع 100 زيت تحميهم سفينين مثل ما انا عامل هلا لاحظي هون الكراميل صار ديب 100% صار لون كراميل رح ضيف الزبده بس اهم شيء قبل كل شيء الملعقه لانه ضروري يكون في ملعقه الخشب ملعقة ايوه ملعقه بدها لانه الله يستر في شوبك اعطيكي شوبك ما بعرف ليش بالمطبخ بتذكرني هلا بامي
مينيموم. ايه معلقه خشب ما بتقدم معها. بس بلش سنه جديده بالخبيط يا عيني. انا قلت لساعدك بالتحريك يا عمي. ليه نيتك سيئه هيك يا خيي؟ مع انه نحن بتعرف انه ايه يا اسم سمعتيها شو قلت؟ ما تتسلى بشوبك صح؟ بس انا طلبت بالعائله مش الشوبك، انتم نيتكم عاطله خلص. صح نحن نيتنا عاطله. لطيني هالمرة أحرك معك شوي لساعدك بهالطبخة. وين صورته؟ هولي شو؟ جو دورانج أورانج. إي يلا بتطير الصوص بتطير العقل. يلا زيست أورانج فوقها. نحن صرنا جاهزين، لكن عندنا صوص شوكولا جاهزة، صوص الكراميل جاهزة، بان بيردو صنفين بالفرن، جادور ورشة ملح صغيرة مع الكراميل لأنه الكراميل غرامه الملح. بيرسالي صح. يلا ذاتس إت، طفي عنا. جادور لولوك، لوك حلو لهلا. إيه الريحة إيه طيبة كثير كلها. ناخذ وقفة ونرجع بنشوف طعمة كيف رح تطلع. يلا نرجع لواتس كوكينج وعنا ضيف ميشيل. بونجور وينعاد عليك. هابي نيو يير غانيا. لك كمان. يعني مين في اكثر من مسيو غورمي يكون عم بيدق لنا هالديسير اليوم يا شيف؟ انا من برا عم شم الريحه الفظيعه، فوصلت على الوقت فعلا. على القد. انا صراحه على طول هيك بنبسط لما تكون معنا، لانه الشهاده منك كمان منها هينه، يعني نعرف هيك الطعمات المضبوطه. ثانك يو هيدي منك. ثانك يو جمله مهمه. ثانك يو. سو هوي هون عملنا الشوكليت، عملنا الوايت، هيدا رح نحط عليها هلا الكراميل السليم مع الاورنج، وهيدي رح نحط عليها الصوص الشوكولا هيك على وجهها. هلا فينا نخلي الصوص على فرد ميل كمان، ما في مشكله. What a process. لحظة تفضل. هلا عم نحط الكراميل الأورنج كراميل على الوجه. يلا تمام. بزيادة خلينا نحط الشوكولا هون تمام نجوي. هون بدنا نحط عليهم الجرانولا، يلي هي الجرانولا مع الفواكه، وهون بدي احط عليها الجرانولا مع الشوكولات على الوجه. هلا نحن انا اسم الله على الكرم عرمناها مزبوط كريم شيف. انا عم نزل على الانستغرام لانه مش معقول البروسيس شو حلو. يلا هن ككومبينيشن بالطعمات فظيعه وشكلهم بدي منك هيدا الصحن يلي فيه الكبيتين مع ملعقتين صغار عمول معروف، لانه بدي افحص الصوص قبل ما ادوق. ما فيني هيك امن، ما بامن له. انا كمان بدي ادوق. اكدوا اربع ملاعق وبدنا شويه كالوريز كمان. كالوري طيبه مع انه انا مفزوره لانه اليوم هيك كان عندي ترويقه كثير فيها حب. في ايه اليوم؟ اليوم خبرتك السر. في ترويقه هيك ترتين لبنه صغيره بس من ايد جهاد، كانت كثير طيبه. انا رح ادوق الاورانج مع الكراميل، هذا كثير بيكون سوا. حسيت حالي بسام مالو، كنا بعدنا عم نحكي. واو. لا مش معقول طعمة الاورنج مع الكراميل مع مع الملح. خلص قررت اياها رح ذوق انا. لا بدك انا كمان قررت. انا الاثنين. اوكي وانا كمان. هلا بدنا ننقي اذا بدنا ناخذ الاثنين 100% باي ذا واي. ايه لا بدكم ذوقوا اثنين سوا، ما تصفهونا بعدين. شو مهم فيهم انه نقدر ناكلهم مع بوزة. واو كمان اطيب واطيب. شو بنحط نكهة بوزة؟ فاني؟ الفاني اكثر شيء يلي هي مستحبة. اكيد ماشي، ما في اصناف من اصناف الفواكه، فينا ناخذ شيء على اماريتو، شيء على اماند معهم كمان بيلبق. اهم شيء نعرف ننسق طعمة كمان الايس كريم يلي عم نحطها سوا معه. يعني اماند بحس ايه بتقولي لي غلط ابدا مع السادة. يعني انا بقول شيء كثير كثير نوتر
يعني فعلا الاموند اكيد بس حتى الفاني فاني دو دو مدغاسكار كنا عن جد طعمه الفانيلا اليوم عم ناكل فانيلا بس بابا عم نحس بالطعمه بس عندنا الفانيلا 100% كثير بنحسها مي وسكر اغلب الاوقات وهيدا الشيء يعني مزعج لان اكثر الاوقات البوزه فاني منها معموله بالفاني فمنشان هيك كله كيميكال كثير ناس بحبوا مع كل شيء صوص شوكولا يحطوا بول جلاس على شوكولا شو بتقول بهالموضوع مسيو غورمي انا بقول لا مش انه غلط بس بفضل يكون مع فاني ليكون في كومبليمون للطعمه ما نكون عم ناكل نفس الطعمه بالبوزه بالصوص صح خد وقتك تفضل عم بهتم عم بهتم هيدا اسمه اهتمام فرقصت لنا عظامنا يعني مش حياة هيدي معك ميشيل شو ببلش؟ شو الشغلة؟ هون هون بلشي بالاخفف يلي هي الكراميل بترجع ببلشي بترجع بتكفي بالشوكولا مش معقول طعمة الاورانج مش معقولة شو طيبة قد ايه بتعمل فرق عن جد؟ اي الكراميل لوحده وقت شوي دلع لما ناكل منه كمية كبيرة مع الاورانج هون علينا اكيد على مستوى عن جد رهيب انا سوري بس ما بدي بقى احكي كثير هيك يعني تريب نكهات مش طبيعي عن جد فريمون هيك مبلشين سنتنا هيك لازم نبلش حلو يا حلو لحظه انا بس بدي ادوق قبل مش معقول كثير 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 طيبين ثانك يو مثل ما كنا عم نقول الحلو ما بيوجع ما بتحس حلو صح انه هيك عم بتحللنا ايامنا شايف ان شاء الله يا رب ان شاء الله الله يحلي ايامك لهالسنه الجديده مثل هالحلو طيب انا وميشيل رح بنكون معكم بعد هالبريك بحلقه جديده من مسيو غورمي